انا عايز اتكلم عن اليوم الجميل اللي انا جيت فيه النهارده مستشفى بهية. الحقيقه انا كنت زي كل الناس، كنت متخيل ان هي مستشفى كويسه او كل حاجه، بس كنت متخيل ان هي مستشفى عامه. الحقيقه انا الموضوع عندي اختلف كتير قوي لما جيت وحضرت برزنتيشن وخدت تور في المستشفى. الحقيقه انا عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا. هو الموضوع مش مساله علاج بس، هو العلاج ممكن يتعمل في اي مكان، لكن مستشفى بهية الحقيقه قدرت توفر حاجات كتيره جدا، انها على اعلى مستوى الاطباء اللي هنا، على اعلى مستوى العاملين بالكامل اللي هنا. ده بجد حقيقي، انا نفسي انبهرت انبهار رهيب جدا من اسلوبهم في تعاملهم مع المحاربات. مبسوط من كلمه المحاربات عشان هم فعلا محاربات وبينجحوا ان شاء الله يا رب العالمين باراده ربنا سبحانه وتعالى وتوفيق ربنا وبشفاء ربنا ومجهود الناس اللي هنا وارادتهم هم كمان. انا شايف ان الاقسام كلها على اعلى مستوى. ربنا يكرم كل الناس يا رب اللي وقفت وبنت وحطت طوبه وفكرت وساهمت في كل حاجه في بناء المكان العظيم دوت. مستشفى بهية في الهرم استقبلت حوالي 162 ألف حالة خلال 6 سنين. احنا عايزين نكبر الموضوع دوت، كلنا نحط ايدينا كلنا في ايدين بعض. محدش يعني ما ينفعش واحد بس هو اللي يقدر يبني او يعمل الخير لوحده. عايزين نحط ايدينا كلنا في ايدين بعض علشان نكبر المكان ده. نشوف ابتسامة والدتي ووالدتك، زوجتي وزوجتك، اختي واختك، بنتي وبنتك. تعالوا نشوف الناس دي ليها فضل علينا. الامهات ليها فضل علينا كبير جدا. وربنا سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام وصانا على النساء، فمش هينفع ان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يوصينا على النساء وان احنا ما نهتمش بفعل خير في حاجة زي كده حتى لو بسيطة جدا. الحقيقة الناس دي بتفكر فكر كبير جدا، راحوا ان هم عايزين يكبروا مستشفى بهية، وبنفتح في زايد علشان يستقبلوا سنويا 500 ألف حالة. احنا هنا في مستشفى بهية الهرم استقبلنا 162 ألف حالة في 6 سنين، فاحنا لو على 6 سنين هناك هنستقبل 500 ألف حالة، يعني احنا بنتكلم في 3 مليون على الأقل. وان شاء الله يا رب العالمين، يا رب يا رب يا رب يكون في صرح زي دوت في كل محافظة في محافظات مصر، وان شاء الله ربنا يقدرنا ان احنا كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونبقى موجودين في كل مكان ونساعد كل السيدات. وفعلا فعلا يا جماعة بجد بهية في ظهر كل ست مصرية. الكلمة دي مش كلمة اتقالت كده وخلاص. الأقسام اللي هنا كلها أكتر من رائعة، على أحدث مستوى، أحدث أجهزة مش في مصر، في الشرق الأوسط بالكامل. أجهزة الحقيقة أنا طبيب بشري منبهر ومبسوط إنها موجودة في أرض بلدي. مبسوط إن وأنا ماشي شايف ابتسامة المحاربات، ابتسامة حلوة قوي، ابتسامة سعادة. سمعت منهم في كتير إن قد إيه الناس فرحانة. عايز أقول كلمة مهمة، الأهم من العلاج خدمة الراحة النفسية، إن الناس هنا بتشتغل على راحة المحاربات النفسية. بيعملوا لهم احتفالات، بيعملوا لهم شوبينج بالمجان، بيعملوا لهم أعياد ميلاد، بيعملوا لهم رحلات، بيجمعوهم على الخير. الناس في عينيها فرحة. يمكن والله أنا عينيا دمعت وأنا بسمع واحدة وهي بتقول أنا عايزة أبوس حيطان المكان من السعادة عليها. إن شاء الله نساعد، نقدر نساعد كل الناس. ربنا يكرمكم جميعاً.